في جهه ما او شخص ما عنده رغبه او عنده مصلحه في ان شوكان يفضل خلف القضبان بشكل غير قانوني، واحنا مش عارفين ان ما بقاش قدامنا اي سبل غير ان احنا نتوجه للتفتيش القضائي او ان احنا نلجا للاعتقال الدولي، بس الاعتقال الدولي طبعا سكته طويله ومش هيبقى دلوقتي. فشوكان هو مثال بارز جدا على استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبه، يعني الحبس الاحتياطي اصبح بديلا للاعتقال بشكل واضح وصريح في قضيه شوكان، لان حتى بعد سقوط امر الحبس قانونا هو ما زال موجود، لان الحبس دلوقتي هو بقى له 16 يوم اشبه بالاعتقال الاداري بالظبط، ما فيش فرق بينهم، ما بيستندش الى اي قانون، حتى الاعتقال الاداري كان بيستند لقانون الطوارئ، انما احتجاز شوكان الفتره دي كلها هي جريمه ما بيستندش القانون، الصمت لن يمنعها. بس هنحكي سريعا كده ايه اللي حصل في القضيه. يوم 13 اغسطس الجاري هو كان المفروض يبقى اخر يوم في امر الحبس الاحتياطي الصادر من النيابه العامه في حق شوكان بقوه القانون، يعني من اول يوم 14 كان المفروض ان شوكان يبقى مطلق انصراف. حبس شوكان احتياطيا في امر الحبس صادر من النيابه العامه، من اول يوم 14 كان المفروض النيابه تطلق صراحه. طبعا يوم 14 كان جمعه، يوم 16 بالظبط احنا نزلنا عشان نقدم تظلم للمحامي العام لنيابات شرق القاهره علشان نقول له ان شوكان استنفذ مده الحبس الاحتياطي والمفروض يخرج، فرفض انه يقابلنا من الاساس. فروحنا لرئيس النيابه، رئيس نيابات شرق القاهره الكليه، علشان نقدم له تظلم، قال يا جماعه دي القضيه بتتحل خلاص، وفعليا الناس اللي تجاوزت فتره الحبس الاحتياطي احنا هنطلق سراحهم في القضيه، كل الناس ومنهم شوكان. طب استلم التظلم مننا، خد التظلم، رافض يستلم. مع اصرارنا قام واخده وارفقه في محضر القضيه وقال لنا خلاص يا جماعه هو كده ارفق في القضيه وهيروح لمحكمه الاستئناف مع القضيه. انتوا لو عايزين تاخدوا اي اجراء روحوا محكمه الاستئناف. رحنا فعلا يوم 18 اغسطس بالظبط لمحكمه الاستئناف عشان نقدم مذكره بالمطالبه باخلاء سبيله، لانه خلاص تم فتره الحبس. فمحكمه الاستئناف قالوا لنا لا والله القضيه مش عندنا، دي عند النيابه، واحنا مش هنقدر نستلم التظلم غير لما القضيه تيجي من النيابه. نروح للنيابه يقولوا القضيه مش عندنا، نروح لمحكمه الاستئناف يقولوا القضيه مش عندنا، لحد وقتنا الحالي احنا مش عارفين ناخد اي اجراء قانوني للقضيه. كان سبق وقدمنا بلاغ للنائب العام قبل يوم 14 برضه لنفس السبب. تواجهنا بعض المشكلات حول السلطه المنوط بها الاخلاء الحبس، وهي مفترض بعد امر الاحاله هي محكمه الموضوع، هي محكمه الاستئناف. بنذهب الى محكمه الاستئناف نقدم المذكرات القانونيه الشارحه للموقف القانوني والطالبه بالافراج عنه، نجد ان المحكمه ترفض الاستلام هذه المذكرات. في واقع الامر احنا لن نستسلم كفريق دفاع الى هذه الاجراءات المدويه وهذه الاجراءات الغير واضحه والغير قانونيه في حد ذاتها، وهنرسل هذه المذكرات عن طريق الاعلان القانوني على يد محضر الى محكمه الاستئناف، طالبين منهم الافراج الفوري والوجوب عن محمود ابو زيد شوكان نظرا لاتمام مده الحبس القانونيه المنصوص عليها بالماده 143 من قانون الاجراءات الجنائيه.